فكرة إن النادي الأهلي بيلعب لقاءات محلية ودولية وإفريقية، في هرس ومطحنة حاصلة بيدفع ثمنها طبعا اللعيبة، وده قدرهم. احنا دايما بنقول ده قدر لعيبة النادي الأهلي، بحكم إن هم لعيبة في النادي الأهلي معناها إن هم لازم هيشاركوا في كل البطولات المتاحة والمتوفرة. هل بتحس إن في فروقات في، مش هقول لك حتى الأداء، هقول لك الشكل العام للفريق محليا عن لما بيكون مثلا في مونديال الأندية أو في يعني أي فعالية رياضية تانية؟ اعتقد طبعا زي ما حضرتك قلت كلام صح، يمكن قدر النادي الاهلي ان هو بيلعب في اكثر من بطوله، وكمان لعيبته في منتخب مصر او المنتخبات المختلفه، طبعا ده بيأثر طبعا على مستوى الفريق في بعض البطولات. لكن لو قلنا ليه ممكن نشوف ان النادي الاهلي في الدوري مستواه مختلف عن كاس عالم الانديه ودوري ابطال افريقيا، كل بطوله ليها يعني منافستها، ليها برده قوتها، ليها صراحه. يمكن في الدوري برده الفرق كلها بتلعب بتدافع قدام النادي الاهلي، بتلعب نادي كبير زي النادي الاهلي، فممكن نشوف ان بتختلف شويه الفروقات في المنافسه بين الدوري من دوري ابطال افريقيا بين كاس عالم دوري الابطال او اي بطوله. فاعتقد ان في اختلافات طبعا في الاداء، لكن طبعا النادي الاهلي بيلعب في كل البطولات بيبقى عايز يكسب اي مباراه، ما بيحبش طبعا ان هو يتعادل او يخسر، فهو هدفه دايما الفوز في اي مباراه. لكن طبعا بتختلف من كل بطوله للتانيه، بتختلف الفريق اللي هيواجهه كمان. يعني ممكن تكون بتلاعب فريق انت مش عارفه وهو مش عارفك، فممكن تلعب معاه مباراه كويس، لكن فريق حافظك وبيلعب قدامك عارف يقفل عليك ازاي، فاعتقد ده بيفرق طبعا في الاداء بين اي مباراه.